نعم، احنا تنتواجدوا دابا في المركز طنجه في ساحه الامم. تنشوف انا بان هذا الاجراء اللي اتخذته بالنسبه للحكومه بالنسبه لمدينه طنجه راه مزيان توافقها. ماك المرض ما عندناش موجود بزاف، والناس تيخرجوا حاضين راسهم بالكمامات ديالهم وخايدين الاحتياطات ديالهم. وتا المقاهي اللي دابا شفتهم انا حالين راه دايرين بحال اليوم. انا تغديت برا، كنت بوحدي في المطعم تناكل. لكن كاينه الاجراءات، كاين التعقيم في الدخول وفي الخروج. المهم الامور راها مزيانه، ولكن خص السكان ما يسحب لهم شرات سالة الحجر. وخا بدينا ديكونفينمون، ولكن الفيروس راه مازال كاين. اذا خصنا نبقاو دائما بالماسك والغسيل اليدين في الوقت الماكله والتباعد الاجتماعي، كيفاش نحميو راسنا ونحميو بلادنا بالاقتصاد ديالها وبالبشر ديالها. صراحة هذا النهار كلشي كيقول لك مبروك العيد مبروك العيد، كتجيهم بحال هذا النهار عاد العيد الصغير. كلشي والله العظيم اللي كنتلاقى الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي كيقولوا لي مبروك العيد، بحال هذا النهار عندهم عيد صراحة. حيت المقاهي والحرية ما كاينش بحالها، وكنتمنى الله يزعلنا الله هذا الوباء في مرة باش نرتاحوا وما نبقاوش هكذا. حيت الله سبحانه وتعالى كان عطينا واحد النعمه احنا ما كناش حاسين بها، ملي طحنا في هذه الظروف هذه ديال كوفيد 19 عاد حسينا بها والله العظيم. كنقولوا الحمد لله على كل حال وشكرا بزاف. والله خير اول يوم زعما الامور مزيانه، ولكن دابا نشوفوا الا ما بقاش ان شاء الله دوك المرض ديال الكورونا الامور تكون مزيانه ان شاء الله. خاصة المواطنين يعملوا الكمامه ويعملوا شويه تعقيم، وتكون الحاله ان شاء الله تكون الامور شويه بشويه ان شاء الله حتى يرجع الامور شويه. دابا الحمد لله الانسان بدا كيخرج، بدات الامور كتفتح، المطاعم بداو كيفتحوا شويه، القهاوي. نطلبوا على الله تكون الخير ان شاء الله، نطلبوا الله يتحيد هذا البلاوي. كنشوف شويه الحمد لله، اللهم لك الحمد على اليامات الاولى اللي قازت، تخفات شويه الدنيا على اللي كانت. يعني بدينا كنتجاوزوا شويه هاد المرحله ديال الحجر الصحي الحمد لله. ان شاء الله اليوم اول نهار، ان شاء الله اليوم جات الدنيا اليوم من بعد ان شاء الله مزيانه. صافي صافي الحمد لله، اللهم لك الحمد الحمد لله. انا صراحه ملي خرجت اليوم حسيت بواحد الجو رائع، يعني جميل جدا. وشفت الناس يعني خرجت، كل الاغلب الناس يعني رجعوا الى حياتهم الطبيعيه، وشفت يعني العمل اللي كيتعلق بالنشاط، كل واحد رجع الى النشاط ديالو في شتى المجالات، يعني فشيء جميل بالنسبه لي انا كراي شخص. هذه هي واحد الجو رائع بالنسبه ديال يعني خفف واحد الضغط على الانسان، حيت كان واحد من مرستن دابا يعني كان كاين اللي دخل في واحد الاكتئاب. يعني دابا غادي خويا تنزه خصوصا الاولاد الاطفال، غادي واحد مرتاح العام يعني غادي واحد الحريه اي نساو داك الماضي غيرتاحوا مع المشويه وغيكون ان شاء الله احسن مستقبل ان شاء الله. نسبيا باقي بنادم متخوف، يعني ماشي كلشي خرج وباقي بنادم كيشوف بحال نقولوا نص نص هيدا وهيدا، يعني ماشي. ولكن الحمد لله لا باس بخير مزيان، اغلب النشاطات رجعت يعني نقول رجعت المياه المجاريه يعني بخير الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.